حبيت نرجع لموضوع، احنا حبينا نتكلم على موضوع الهوية. فما ياسر من الملحدين ومن اللادينيين، يعني تلقاهم يعني يتكلموا يقول لك انا ما عندي حتى حس وطني، وما عندي حتى اهتمام بالوطن، فهمت؟ انا انسان. خلينا نمشيو بشويه بشويه، طبعا نجاوبك احمد على السؤال بتاعك اللي سالته، فهمت؟ كي تجي تشوف احنا كنا موجودين، صحيح ولا؟ يعني كنا موجودين، معناتها كل الانسان والحيوان والنبات والجماد والكواكب كلها موجودين. اذا احنا ندخل في منظومه كبيره اسمها الوجود. اذا احنا ضمن عالم الوجود، فهمت؟ ضمن عالم الوجود ما تنجمش تقول انا كيف المجره، ما تنجمش، لازم فما اختصاص. الوجود هذا مناش متكون، فهمت؟ نجيو نشوف الوجود هذوما فما اختصاص، صحيح انا من عالم الوجود، ولكن ما نجمش نجي نقول اي ما تحكيوش معايا انا موجود. فوان باخ، نقطة وارجع للستة، لا، اوكي، انا موجود. هذا ما يسمى الوحدة العليا، يعني الإطار أو ما يسمى المنظومة اللي احنا موجودين فيها هي المنظومة الوجودية. لكن المنظومة الوجودية فيها ما يسمى الجماد والأحياء. إذا أنا ضمن المجموعة التحتية في الوجود اللي هي الأحياء، مانيش تابع منظومة الجماد. نجيو للأحياء، كلنا أحياء، ولكن الأحياء هناك أنواع. هناك النبات مثلا، وهناك الحيوان. ما نجمش نقول أنا من الأحياء، صحيح أنا من الأحياء، ولكن أنا شنو؟ هل أنا نبات ولا حيوان؟ وقت نجيو نشوفوا نلقاو احنا حيوانات، فهمت؟ يفهموا اللي الانسانيه ما تجسدش على المستوى القطري والقومي. هذه نرجع لها نعيم بالحق، بالحق هذه نرجع لها، هذه نقطه جدا مهمه، فهمت؟ نرجع لها المساله هذه، نرجع لها. خلينا نكمل. اذا انا ضمن الاحياء، ضمن الحيوان، الحيوان فما حيوان فما انسان. إذا أنا ضمن الإنسانية، لا نقاش فيه، نمشيو للإنسانية. الإنسانية فما قارات، فما الإفريقي، وفما الآسيوي، وفما الأمريكي، وفما الأوروبي. أنا مثلا كأنا كشخص، كأحنا اللي نحكي معاكم توا، ضمن القارة الإفريقية. القارة الإفريقية فما الجنوب، وفما الشمال، فهمت؟ هذا شيء طبيعي. إذا أنا نعتبر ضمن شمال إفريقيا. شمال إفريقيا فما الشرق وفما الغرب، فهمت؟ هذا شيء طبيعي. أنا مانيش ولا فرعوني، أنا تابع شمال إفريقيا الغربي اللي هو معروف، معناتها المنطقة اللي يسميوها تمزغة الأمازيغ، الأرض هذه، الأرض موقع جغرافي. من بعد نجي أنا شنو؟ أنا تونسي، فهمت؟ أنا تونسي أمازيغي، خاطر ضمن هذه المجموعة. من بعد نرجعوا، تونس بيدها فيها مناطق، فيها الساحل، فيها المناطق الجبلية، فيها المناطق الصحراوية. نبدأ نرجع، حتى نرجع للموطن متاعي. الوطنية هي العلاقة بالأرض، إناس، هذاك هو لدغوة دو سول. توا المصطلح يجي يقول لك لا، واحد بوه صيني والآخر جاي بوه إفريقي، شي يهمني في ربه أنا؟ توا تنجيو في فرنسا، لو فرونسي سولوي كي في سور لو تيريتوار فرونسي. توا مثلا في هولندا، القانون الدستور الاول يقول لك كل انسان فوق ارض هولندا، فهمت، ومسجل على اساس انه هولندي مهما كان اصله. يا قدس، هذاك مثلا ناكلوا لحم الانسان، لحم الحيوان، هذاك موضوع اخر، فهمت؟ هذاك موضوع اخر. على انا معناتها ضد اكل لحم الحيوان، فهمت؟ يعني بالنسبه لي انا. لكن راهي الانسانيه الان يا قدس هي تنتقل وتبتعد عن عالم الحيوان، وتنزيد ونتطور، فما ياسر حاجات احنا من بقايا عالم الحيوان.
عندنا العنف من بقايا عالم الحيوان، عندنا القيادة فهمت من بقايا عالم الحيوان، القيادة ورئيس المجموعة وكل شيء هذا من عالم الحيوان. عندك أكل اللحم، حتى الأكل بصفة عامة هو من بقايا عالم الحيوان. الأكل بصفة عامة الإنسانية ماشية وتتطور، ما نجموش نبتعد ونستقلوا عن الطبيعة طريقة فهمت مباشرة. فما تطور، الإنسان قاعد يتطور، هذا معناتها موضوع آخر معناتها نحكي فيه مرة أخرى. نرجع من بعد نبدأ أنا وتنقول تونسي، الحقيقة شنية تونسي بالنسبة لي؟ ولا أنت كي تقول تونسية ولا هذاك كي يقول تونسي، شنو هو تونس بالنسبة لي؟ تونس هي البلاصة اللي تولدنا فيها. مثلا نضرب مثال أنا فهمت، تونس بالنسبة لي هي الأيامات اللي عديتهم في باب العسل، باب الخضرة، القواس، المنطقة هذيك. من بعد تنقلت مثلا لريانا، حي النزهة، جهة المترو، أريانا، معناتها المنطقة المرشيم تاع أريانا القديم فهمت، هذيك هي بير بالحسن وغير هذيك المناطق نتاعي. من بعد عندنا تونس الكبيرة فهمت، تونس معناتها بشوية بشوية هي رقعة أرضية تجمع نوع من الأشخاص مهما كان عرقهم ومهما كانت لغتهم ولهجتهم. وحاجة تجمعنا، شنو اللي يجمعنا على كتونس؟ شنو اللي يجمعني أنا تونسي مع مثلا تطاويني، مع البنقرداني، مع صفاقسي؟ عندنا حاجة موروث مشترك يجمعنا. صحيح الحدود هذه تعتبر مصطنعة، على خاطر مثلا كي نجيو منطقة الشمال الغربي تلقى مثلا عندي قرابة أكثر لجماعة عنابة وجماعة تبسة فهمت من جماعة جربة ولا جماعة الجريد. هي رقعة جغرافية تجمع به بتقاليد وعادات. هي الوطن متاعي، هذا الوطن متاعي، الوطن متاعي ترعرعت فيه بالفعل رضا، هو الحاجة اللي ترعرعت فيها. توا احنا عندنا وطن اللي هو اسمه تونس، موجود له حدود. هذا الوطن فهمت لازم يكون عندي ليه ولاء، لأن الإنسان بدون ولاء للوطن هلاك. الطبيعة دورة متكاملة، الدورة الحياتية تركزها تصنع الاستهلاك. بالنسبة لي ما عنديش مشكل ان انسان يستهلك اللحوم بما ان الطبيعه قادر على استهلاك، شرط ان لا يخرج عن قانون الطبيعه. بهذا موضوع اخر نعيم على مساله الاكل وكذا، خلينا في مساله الهويه فهمت. تقاليد اي شيء راس افهمها، تقاليد تجمعنا، حاجات تجمعنا، امور تجمعنا، هذيك الامور هذيك اللي تخلي عندنا ولاء. انا مانيش نتكلم على القوميه، الفكر القومي انا وتنقول تونسي صدقني ما نعرفش. ساعات تشوفوا مثلا، مره شفت برنامج واحد امريكي جاء لتونس عاش في تونس ولا يتكلم تونسي، فدلك تونسي، قلت فدلك متاعنا، كل لعبه متاعنا، كل الحاجه متاعنا، الخصوصيه متاعنا احنا كتوانسه، ولا خصوصيه الجزيري هي رقعه جغرافيه تجمع بعاد بعادات وتقاليد معينه. حتى ولو مثلا انا مثلا ما نتكلمش كيما جماعه الجنوب ولا الجنوب يتكلموش كيفي، يعني فما اختلاف في اللهجات شويه وكذا، ولو حتى فهمت في الرقعه هذه مثلا تلقى مثلا بعض الدول يتكلموا فيها ثلاثه لغات، ولكن عندهم حاجه تجمعهم. الارض هذه اللي تجمعنا اللي هي مرتبطه بالطبيعه ومرتبطه بما يسمى معناتها بالطقس، تخلي عندنا طبيعه معينه. هذه هي الحاجة اللي نسميها أنا الهوية. هذه الهوية متجذرة من الجمش، حتى واحد ينحيها لك، حتى ولو تستعمر وتبدلهم لغتهم وتبدلهم حوايجهم وتبدلهم تفكيرهم وتبدلهم دينهم وتبدلهم ايديولوجيتهم، حطها في بالك الهوية لا يمكن محوها فهمت. هذا هو الكلام المنطقي يا إناس. أنا ضد القومية ومع الوطنية. أنا واحد جيل تونس ويندمج في العادات والتقاليد التونسية، ولو كان صيني ولا مغولي يولي يفدلك بالتونسي ويحكي بالتونسي
وعينيهم جادة، ولا معناتها من مهما كان يعتبر بالنسبة لي تونسي، ما يهمنيش في أصله وفصله. لأن تو مثلا يقول لك اللي عايدوا بالإنسانية يقول لك آه سويسرا ما يهمهم، ليش ما قال لك سويسرا ولا هولندا ولا فرنسا؟ نو، فما دي نورم، حاطين دي نورم، tu peux pas être français كان ما تطبقش دي نورم معينة. كريم كوكي يحكي على فلسطين في حدث، تو نحكي كريم، خلينا تو نحكي في الموضوع هذا نتاع الهوية، خاطر الهوية الهوية جدا مهمة، وحطها في بالك. الإنسان يمكن أن ينكر هويته، فما أشخاص مثلا مشوا سافروا لبلاصة أخرى ومشوا لبلاصة أخرى ونكروا هويتهم وتبنوا هوية أخرى، ومن حقهم، ما تسميش خيانة. أنا شخصيا نجم أقول أي أنا مانيش تونسي، نولي ما عادش نحكي مع التوانسة، نتعلم مليح الهولندية ونندمج في المجتمع الهولندي، نقول لك بان نيدرلاند، نجي تحكي معايا نقول لك ما نعرفكش خويا، ما نعرفكش، انا هولندي ولا انا كذا. الحرية، انا بالنسبة للإنسانية، الإنسانية ما لا نقاش فيها، الإنسانية احنا كنا بشر، انا ضد اصلا الحدود، ولكن اؤمن ان كل منطقة لازمها تحافظ على الخصوصية نتاعها، ليس في مجال الوطن فقط، حتى داخل الوطن. صدقوني فما مناطق في هولندا، في هولندا معناتها مخلطة، فما لغة يتكلمها تقريبا 100 شخص، عندهم منطقة هذه عندهم أكلة واحدة تفرقهم على الهولنديين الاخرين، عندهم لهجة واحدة. أهلا 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 بك إبراهيم، عندهم لهجة صغيرة معناتها تخليهم مختلفين. عطينا 100 شخص ولا أقل، عطينهم الراديو متاعهم، عطينهم الخصوصيات متاعهم، وهم هكا 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 بها باش ما تضيعش. لأن أي ماكلة، أي لبسة، أي تقاليد، أي حاجة يفقدها البشر هي خسارة. حتى اللهجة، اللهجة تورا اسمها لغات كاملة قاعدة تضمحل، لغات كاملة. اللي يقاوم الشعب اللي يحافظ على الوطنية متاعه هو اللي بشق. يعني كان انت تجي تقول لي انساني انساني، كيما المسلم يقول لك احنا كنا مسلمين، احنا كنا مسلمين وما تحكيش معايا، كي احنا كنا مسلمين ولا احنا كنا انسانيين، شنو يفرق التونسي على الجزائري، وشنو يفرق الافريقي على الاوروبي، وشنو يفرق الاوروبي على الاسيوي؟ انا نحب نحافظ على حاجات، انا مثلا وشيراز اكيد تعرف، وهيناس واللي معناتها بلو اجي في العمر، قديش من حاجه ضاعت لنا احنا، كلمات ضاعونا، اكلات ضاعونا، فهمت، ياسر حاجات ضاعونا، حتى مثلا خرافات، امثله شعبيه قاعدين يضيعوا. هذا تحت شنو؟ تحت ما يسمى العولمة. أنا مانيش ضد العولمة بالمفهوم، يعني أن البشر الكل كيف كيف، ولكن ضد فكر وثقافة وأسلوب حياة. لخص كل شيء رضا بريك، فهمت، هذيك هي فكر وثقافة وأسلوب حياة مهما كان دينك. اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش مستقبل. من الجمش أنا أنت كده لازم يكون عندك اسم، لازم تكون عندك أصل، لازم تكون عندك فصل، لازم يكون عندك كل شيء. علاش احنا نقولوا احنا عرب؟ من فين جاتنا العروبة؟ باش عرب؟ باش؟ علاش السينيغالي يتكلم فرنسي ويقول لك انا سينيغالي؟ البرازيلي يتكلم بورتوكي ويقول لك انا برازيلي؟ الامريكاني يتكلم انجليزي ويقول لك انا امريكاني؟ فهمت؟ احنا لا، انا عربي. من فين جاتنا العرب؟ باش جاتنا العرب؟ لا ناكلوا كيف، ولا نشربوا كيف، ولا نلبسوا كيف، ولا نتنفسوا كيف، ولا نفكروا في كيف. انا ما عنديش مشكله مع العرب، امورهم هذيك امورهم الخاصه، انا المشكله مع من ينكر اصله كانه هو ولد حرام، يقول لك لا انا عربي. هذه المشكله، هذه هي المشكله الكبيره. اذا هذه معناتها نقطه مهمه
وحتى مثلا ترجعوا للسوسيولوجي دو ليستوار، يعني في علم الاجتماع وعلم الاجتماع، معناتها العلم التاريخ يقول لك لا يمكن، لا 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 إبراهيم هذا فكر لا دين ولا قومية على الأرض للجميع، هذا نفس الفكر فهمت، يقول لك لا مذاهب لا أديان الأرض لله، هذا فكر سامحني بين قوسين متخلف وجاهل، يريد أن يقضي على الخصوصيات نتاع الشعوب، هذا فكر إمبريالي يروج فيه الإمبرياليين من أجل أنت كتونسي تولي ما عادش تونسي، والكلنا نوليو ناكل الهمبرجر، والكلنا نوليو نلبسو الجين، والكلنا تولي ما عادش عندنا حتى خصوصية. هذه أكبر غلط، فهمت؟ الأرض للجميع مثل الأرض لله، فهمت؟ الأرض للجميع متفق معاك أن كل إنسان عنده الحق يختار هويته، لازم شيء طبيعي، لازمنا نعرف تاريخنا، اللي ما يعرفش تاريخه ما يعرفش مستقبله، ما نجمش يبني مستقبله. اسمع جوستومون يحبوا يشتبوا بالغرب يا الياس، والمشكل اللي عاودوا في كلامه هم مش فاهمينه، يقول لك الارض للجميع، القوميه انا ضدها، القوميه والدين انا ضده، يعني مش ضده يعني مفهوم ضده يعني كل انسان حر، لكن القوميه هذه فكر عنصري، الوطن الفكر تو، الفكر الفلسفه الحديثه هي ان الوطن عنده خصوصيه تجمع عادات وتقاليد وافكار اللي لازم تحافظ على وجوده. الالماني تو الاوروبي وتيحكي على الانسانيه عنده الخصوصيه، الالماني يقول لك انا جيرمان، الاخر يقول لك انا لاتيني، انا اوروبي، واحنا شو نقولوا؟ احنا افارقه؟ لا يقولوا احنا عرب، دي حتى افريقيا يمكن نسيناها اصلا. هذا فكر معناتها فريمون يروجوا فيه غالط 100%، لكن كل واحد عنده الخصوصية نتاعه كفرد، راه لا يمكن سعادة المجتمع من سعادة الفرد، وسعادة الإنسانية من سعادة الشعوب، هذه قاعدة، فهمت؟ القومية مثل الدين، هو فكر عنصري، يقول لك عرق، أنا علاش ضد فكرة، رغم اللي معناتها الدراسات على ديان يقول لك 90% من شمال أفريقيا هم أمازيغ، أنا ضد هذه الفكرة. والتحليلات وكل شيء باهي اوكي، اما ما نعتمدش عليها، ما نعتبرش انا اللي ما عندوش دم امازيغي ماهوش امازيغي، لا، اي انسان احنا مخلطين. احنا كي تشوف هذيك مساله الادان لازمني نعمل عليها معناتها فيديو واحد على الحقيقه. في بالكم اللي البشريه مشتركه في 99% من الادان، يعني الادان وقت نجوا نبحثوه في 1% فقط، وفي كل 1% هذاك اللي نبحثوا فيه الأديان، فهمت؟ يعني وقت نجي نقول لك عندك مثلا أنت أصلك أوروبي ولا أصلك أمازيغي، هي النسبة الأكبر، يعني نجم تكون عندك 51% أمازيغي و 49% روماني، فهمت؟ من كل مناطق، مع بونا آدم، نجم دخل آدم ياس، فهمت؟ مع بونا آدم. دونك الشعب اللي ما يحافظش على الهويه نتاعو شعب يضمحل. هناك عده شعوب ما حافظتش على الهويه نتاعها، سواء قهرا كيما الهنود الحمر، فهمت؟ او هما يعني الهويه نتاعهم ضعيفه قدام هويه اخرى. احنا الامازيغ رغم ان تم استعمارنا مليون مره، ما فماش شعب في العالم ما استعمرناش، الفندال اللي عايشين في اخر الدنيا، فهمت؟ من اخر الدنيا جاونا واستعمرونا، ما فماش كل ما استعمرناش. احنا عمرنا ما استعمرنا شعب، عمرنا ما استعمرنا حتى شعب، ورغم هذاك استطعنا الى الان حافظنا على عاداتنا وعلى تقاليدنا. يعني تونسي بقى تونسي، الشمال الافريقي بقى شمال افريقي. اذا هذه فكره انا مانيش وطني، تقول انا مانيش قومي، متفق معك، انا مانيش قومي، انا ضد القوميه اصلا، لا قوميه امازيغيه ولا قوميه عربيه ولا قوميه اوروبيه ولا فرنسويه ولا... القوميه فكر يعتمد على العنصريه،
بينما الوطنية تعتمد على الأرض وعلى الوطن. هذه هي النقطة اللي لازمكم معناتها فكروا فيها مليح، اللي راهو فما فرق. فهمت؟ طبعا طبعا يا ابراهيم، اتكلم انجليزيه يا اخي، انا انجليزي. الارض هي هويتنا، هي هويتنا. اللغه مش مهمه، تكلم فرنساوي تكلم انجليزي تكلم حتى شنو. فهمت؟ شفت التونسي ولا يتكلمش حتى شنو يعتبر تونسي. جوستومون الانطلاق من الوطن نبني الإنسانية. لو نعترف بالشعوب وبالعادات والتقاليد وهي ثراء للبشرية، عندما تكون لا كويزين، المطبخ التونسي، المطبخ الجزائري، المطبخ المغربي، الليبي، الأوروبي، الفرنساوي، الصيني، الهندي، فهمت؟ هذا الكل فهمت يخدم الإنسانية. أنا نحب كي نمشي لتونس مثلا، نحب نمشي لصفاقس، نحب نلقى صفاقس، ما حاجتيش انا نلقى تونس العاصمة. كي نمشي للجريد نحب نشم الجريد. الخصوصية متاع منطقة الجريد لازمها تبقى خصوصية منطقة الجريد. كي نمشي للشمال الغربي نحب نلقى خصوصية الشمال الغربي. هذه هي النقطة المهمة. راهو الوطنية تنطلق من الحي متاعك، من الحومة متاعك، من المنطقة متاعك، من الجهة متاعك. هي اللي تجعلك عندك خصوصية نتاعك واحد. هذا اش حبيت نقول يعني في الحقيقة، احنا وتنقول انا امازيغي هي خصوصية تجمع شمال افريقيا. راهو الامازيغ ما همش شعب، هما شعوب، امة. يغلط تقولك الامازيغ شعب، لا، احنا امة كبيرة. راهي شمال افريقيا اكبر من اوروبا. كل مدينة وكل عائلة عندها خصوصيتها، كل واحد عنده خصوصيته. هذه هي الخصوصية، هي اللي تخلينا احنا مختلفين، وتخلي عنا ثراء، وتخلي عنا معناتها تلاقح شعوب. شمال افريقيا وتنقولوا امازيغ هي تحديد الهوية، وتقول امازيغ مش يعني عرق امازيغي ولا لغة امازيغية ولا، لا، هي قيم ومبادئ. الامازيغ هم اشخاص يرفضوا الاحتلال، وكل واحد يحتلهم يدمجوه فيهم ويردوه منهم، فهمت، ويمتصوه. أصحاب حضارة، أصحاب إنسانية، أصحاب معناتها تعايش، يتعايشوا مع بعضهم. فما عادات النيكة نحيوهم، العادات النيكة يا إلياس، العادات النيكة. أنا كان نديك على الحاجات، فما شنو مثلا العادات النيكة. الشعوب ما عندهاش عادات النيكة في الحقيقة، أما الإيديولوجيات هي اللي تجيب لنا العادات المايكة. إحنا مثلاً شعوب نحب الاجتماع، سوسيابل، بشوشين، عنا تسامح. هذوما حاجات معناتها موجودة في الشعوب بصفة عامة، مش شمال إفريقية فقط، بل البحر الأبيض المتوسط. هذه عادات تجمعنا بالبحر الأبيض المتوسط. من بعد فما خصوصية البحر الأبيض المتوسط الشمال والجنوب، من بعد فما خصوصية شمال إفريقيا. فما حاجات تجمعنا مع الجزائرية ومع الليبية ومع المغاربة، وفما حاجات خاصة بنا احنا كتوانسة، واحنا كتوانسة نختلفوا زادة. فما الساحل، وفما شمال الغربي، فما الجنوب، فهمت؟ هذه خصوصيات. المهم يعني إنسان ما يعرفش تاريخه، ما يعرفش هويته، ما يعرفش أصله، أول حاجة لازمك تعملها، أول حاجة تعملها في حياتك، من أنا؟ فهمت؟ مقبول فكرياً، مقبول الاختلاف يا إبراهيم، لازمنا نكون مختلفين. فما حتى المشكلة فيش في الاختلاف، هو قبول الآخر، هذه المشكلة. الفكر اللي ما يقبلش الآخر هو فكر مرفوض. لا حرية لأعداء الحرية. ما تنجمش تعطي حرية الإنسان يحب يمنع الحرية، ما تنجمش تعطي حرية الإنسان يحب يدمر البشرية، ما تنجمش تعطي حرية الإنسان يحب يمنع الكلام، يمنع الحوار، يمنع النقاش. هذه المشكلة الكبيرة. دونك ريقي شيخ،
عطشان عطشان بالكده، فهمت؟ المهم اللي حبيت اقول، اول حاجه الانسان لازم يعملها في حياته هو من انا. كما انت مثلا اسمك ابراهيم، انت اسمك الياس، رضا، عبد اللي، كريم، انا شنو؟ خلينا نحدد الاطار. انا نتكلم توحنا مع بعضنا، انا تونسي. تونسي شنو؟ تونسي هو تابع شمال افريقيا. شمال افريقيا شنية؟ شمال افريقيا المنطقه نتاع شمال افريقيا، مش الكلها، خاطر احنا ماناش مصريين، ماناش نوميديين، ماناش، احنا امازيغ. فهمت؟ فهمت؟ احنا امازيغ. الامازيغيه هي فكر متكامل. راه فما اشياء ما نعرفش، انا تو مره نعمل فيديوهات حول تاريخ الامازيغ. تاريخ الامازيغ راهو ماهوش ساهل، راهو عقد الانسان عاقل وجي ده في المغرب. ياسر ما تعرفوش مثلا كلمة أمان. أمان كلمة يعني احنا نقولوها التوانسة أمان، شنو معناها أمان؟ أمان هي يا سيدي ترجع الآمون اللي هو إله أمازيغي، فهمت؟ وعندما تقول أمان يعني بحق آمون، بحق آمون أعطينيك الحاجة هذيك. راهي اللغة، لغة الأم، لغة الأم هي تراث يحمل كل التاريخ من خلال. لو مثلا احنا كيفاش نعرفوا اللي الامازيغيه، معناتها حدود الامازيغيه، وتنجيو نشوفوا الكلمات الاساسيه. فهمت؟ واحد يقول لك لا اللهجات الامازيغيه هي لهجات يعني لغات مختلفه، الريفيه مش كيما الشاويه، مش كيما القبيليه، مش كيما السوسيه، مش كيما الجبليه، مش كيف كيف. فهمت؟ فما اختلاف على حسب المناطق صحيح، لكن كيفاش نعرفوا الحاجه اللي تجمعنا؟ تنجو نغزو الكلمات الاساسيه، مثل مثلا الخبز. الخبز هي حاجه ضروريه، والماء هو حاجه ضروريه. اذا نمشيو من سيوة الى جزر الكناري، الخبز هو اغروم والماء هو امان. لكلهم أزول هي أزول، عسلامة يعني قريب إلى القلب. حتى اللهجة بتاعنا اللي فيها كياسر كلمات عربية هي لهجة مبنية على قواعد نحوية أمازيغية. كلامنا فيه الأمازيغية بطريقة ما تنجمش تتصور بالك. فكرون، إشلاغم، علوش وغيرها. قديش من كلمة ساعات نقولها بالتونسي نبدا نحكي مع الأمازيغي يقول لي هذه كلمة أمازيغية، ما عندها حتى علاقه. وتركيب الجمل نتاعنا نتاع الدارجه نتاعنا هي فهمت امازيغيه. ما تنجمش تمحي، ما تنجمش، تنجم تخبي، تنجم تنحي ياسر حاجات، ولكن تبقى الاصل. فهمت؟ هو بيد واحنا مثلا العروسه وقت تدخل تعمل هكا، علاش تعمل هكا؟ هذه تانيت، تانيت آلهة امازيغيه. فهمت؟ يعني هذه آلهة أمازيغية. العباد ما يفهموش شنو معناها هكا، يعني يقول لك توري في الحنة، لا، هذا شعار، هذا الشعار الأمازيغي. شفتوا مثلا وقت نهز يدي هكا، هو هذيك الزاد الأمازيغية. شنو هي الزاد الأمازيغية؟ علاش معناتها عاملين الزاد هي شعار الأمازيغ؟ الزاد هذيك تمثل الإنسان دون الرأس. فهمت؟ يعني ما يهمناش فيك انت اصلك من فين، على خاطر لو نجيو نشوفوا ان منطقه شمال افريقيا اللي هما الامازيغ اللي هو الانسان الحر كانت ملاذ لكل المتمردين في العالم. في اوروبا كان اللي معناتها يرفض حكم الرومان يهرب الى شمال افريقيا. في الشرق الاوسط اللي كان ضد الخلافه او ضد حكم موجود مستبد في مصر ولا في الشرق الاوسط يهرب الى شمال افريقيا. في افريقيا اي واحد مثلا ضد الحكومه نتاعو يهرب لشمال افريقيا. هو الانسان الحر اللي ما يهموش معناتها كيفاش تفكر ولا دينك ولا اصلك ولا من فين جيت. المهم الشعار هذاك نتاع فهمت هكا، يعني زاد الامازيغيه
هو الإنسان القائم بذاته اللي يرفض الاستبداد ويرفض الاستعمار. هذا هو، فهمت، يمثل معناتها الإنسان الأمازيغي، راه فكر متكامل، فكر متكامل. مثلا الظهير الأمازيغي أو الظهير البربري، احنا نشوفه حتى مدة حكم الإسلام 1400 سنة، الخوارج هربوا من الشرق الأوسط جاونا، الشيعة هربوا من الشرق الأوسط جاونا، أي فكر يهرب من استبداد دولة قمعية يجي لشمال إفريقيا. ونفس الشيء حتى المسيحية اللي انتشرت في شمال إفريقيا هي كانت متمردة على المسيحية بتاع روما، والإسلام اللي ظهر في شمال إفريقيا كان متمرد على الإسلام اللي في الشرق الأوسط. تعرفوا معناتها حكومة بوغراطة اللي موجودة في المغرب ظهرت يعني بعد الثورة البربرية الأمازيغية الكبيرة في المغرب، فهمت، وقيام دين كامل، دين كامل. احنا ما نعرفوش حتى الأديان بتاعنا القديمة، الآلهة بتاعنا، آكوش، آمون، فهمت، تانيب وغيرها من الآلهة. كان عندنا معتقد مانيش هابطين من السماء. أرض هذه بتاع شمال إفريقيا هي أرضنا، أرضنا بتاعنا احنا، ملكنا احنا اللي عايشين فيها توا، ماهيش ملك حتى إنسان. حتى العلم الأمازيغي، العلم يعني في بالك العلم الأمازيغي رغم اللي هو حديث، هو العلم الوحيد الذي يمثل الأرض. علاقة، ما فماش شعب مرتبط بالأرض أكثر من الشعب الأمازيغي. العلم بتاعه أزرق هو يمثل البحر أبيض المتوسط، ثم أخضر هو يمثل سلسلة الجبال بتاع الأطلس والمنطقة الخضراء، والأصفر هو يمثل الصحراء، الصحراء الكبرى، أكبر صحراء في العالم عندنا. يعني جي تشوف تمشي مثلا الحضارة القدسية 12000 سنة، عندهم التواليت وعندهم الصالة وعندهم الأدوات الأكل وعندهم كل شيء. أقدم إنسان عاقل لقوه في المغرب عنده 300 تقريبا و20 سنة ولا 350 سنة. إذن احنا ماناش اشخاص ولاد حرام، لازمنا نعرفوا احنا شكون. تصور انت، وانا حكيتها مره في فيديو، تشد نسر وتربيه مع الدجاجه، كان النسر ذاك يبقى يعيش مع الدجاجه وهو يقول انا دجاجه انا دجاجه، ما يعرفش روحه اللي هو نسر، يولي قاقي ويولي معناتها عادي، وفهمت، ومن يطيرش ويسخيب روحه دجاجه. يجي نهار، فهمت، النسر ذاك يكتشف اللي هو ماهوش دجاجة، اللي هو نسر، ويحاول باش يطير. يمكن في الأول ما ينجمش يطير، لكن نهار اللي يقتنع اللي هو نسر ينجم يحلق في السماء، ينجم يحلق في السماء ويعرف اللي هو راه مش دجاجة. احنا يقولولنا عرب، فهمت، وماناش عارفين اللي احنا أمازيغ. هذه معناتها فخر لينا ان نكون امازيغ. حتى فما واحد معناتها معروف يقول لك لو لم اكن امازيغي لتمنيت ان اكون امازيغي، وهو خيار، راه خيار، نجم تختار ما تحبش تكون امازيغي، ما تختار، معناتها مش امورك الخاصه، ولكن هذه الارض هي ارض امازيغيه. هذا اش حبيت نقول، امشي نشوف شرب ماء، نعرفش كان معناتها نزيد نقعد معاكم شوية، كان فما حاجات معناتها مواضيع على مسألة الهوية. يعني أول نقطة خاصة بالنسبة للادينيين اللي نجموا نحكيو فيها هي من أنا يا سيدي. يقول تونسي وما تقولش عربي، أي أنا تونسي تتعدى، فهمت، صدقني تتعدى، أنا تونسي أنا تزيري أنا مغربي تتعدى يا سيدي. ما تحبش تقول أنا أمازيغي تستعار بالأمازيغية، مش مشكل. توا مثلا واحد يقول انا فرنسي ما يقولش انا لاتيني، يعني خاطر ديك مساله مسلمه، الامازيغيه مساله مسلمه. احنا حتى في معناتها في الحركه نتاعنا، حركه تغيير شمال افريقيا، عندنا نتكلموا على المساله هذه. يعني انا ما يهمنيش من انا، امازيغي انا، فوالا امازيغي انا. من بعد شكونك انت؟ انا تونسي، انا تونسي امازيغي. انا مثلا توا هوني
في هولندا اي واحد يسالني يقول له شنو، يقول لي انت شنو، نقول له انا مزيغي تونسي ديريكت، يدخل بعضه هو، فهمت يعني؟ يقول لي كيفاش انت ماكش عربي، يقول له لا انا مانيش عربي بابا، فهمت؟ مانيش عربي، انا مزيغي تونسي. يعني في كل بلاصة نمشي لها نقول أنا مزيغي تونسي، هذيك هي شنو فيها؟ فيها حد شيء؟ هذه معناتها تتصور، معناتها كي تقول أنت أمازيغي تونسي يعطيوك قيمة أكثر. أنا معناتها ساعات معناتها تقطعني يقولوا لي معناتها توا إنسان مثقف شوية، فهمت؟ وتقول العرب هي الجزيرة العربية، كيفاش تكون أنت عربي؟ من فين جاتك العروبة؟ العروبة تبع آسيا، ما عندنا حتى علاقة بها، العروبة تبع السامية، احنا احنا الأمازيغية تبع الحامية، ما عندنا حتى علاقة بها. هذه هي المشكلة الكبيرة، فهمت؟ المهم، يعني أهم نقطة إن الهوية طبعا فخر، فخر صدقني، فخر ما بعده فخر. صدقني يا إيناس، صدقني وقت خرجت من الإسلام معناتها بقيت ضايع في فترة من الفترات، يعني لقيت روحي معناتها باهي أنا مانيش مسلم عربي، والله حسيت بالذل. نهار اللي اكتشفت اللي أنا أمازيغي وحسيت اللي أنا أمازيغي وآمنت بالأمازيغية، رجعت لي كما نقولوا احنا القيمة والثقة في النفس. يعني عملت فاصل وقطع كلي مع هو ما هو الشرق الأوسط، أصبحت إنسان، خاصة فكرة أنا أمازيغي، أنا إنسان حر، فهمت؟ أنا إنسان حر، أنا أركز عليها، أنا أمازيغي، أنا إنسان حر، أنتمي إلى أرض أبية، أرض ما فماش كيفها، معناتها اللي سافروا وشافوا، معناتها صحيح فما معناها كل منطقة عندها الجمال بتاعها، لكن إحنا يعني المنطقة بتاعنا فيها جمال اللي ما تصوروش بالك. أمازيغي سوف أبقى أزول ولن نزول، لا نقاش فيها هذه. أنا بالنسبة لي عدم معناتها الافتخار ياسر معناتها من اللادينيين يقول لك لا، فما لادينيين يقول لك أنا عربي، فهمت؟ فما دينيين زعما يحبوا يتلفوا يقول لك أنا إنساني، باش يهرب من كلمة أنا أمازيغي، فهمت؟ وفما يقول لك أنا تونسي، فهمت؟ مش يهرب شوية من أمازيغي، لكن أنا أقول أنا أمازيغي تونسي، هذه هي هويتي وهذا هو أصلي وأنا أفتخر به. نهار اللي نحب ما عادش نكون أمازيغي تونسي هذيك حاجة أخرى. أنا توا بوغ لو مومون أنا أمازيغي تونسي، وتونس دولة أمازيغية تابعة شمال أفريقيا، فهمت؟ تابعة تمازغة، تونس تيناست، فهمت؟ المفتاح هذه هي تونس. بوان باخ. نكمل السيجارو ويزي، معناتها طولت عليكم اللايف باش ما يزيدوش يجوني ميساجات يقولوا لي يزي من اللايف نهار كل ما تد وجهك، فهمت؟ رغم اللي انا ما نعطيهمش حتى قيمه، يعني في الحقيقه هذوما الاشخاص اللي زعيمين كان في الكلام هذوما ما يهمنيش فيهم. المهم والله نرتاح صدقوني، معناتها انتوما يمكن فهمت عادي، ولكن انا نرتاح ياسر كي نحس معناتها نحكي مع توانسة مهما كان، فهمت؟ مهما كان فين يعيشوا، يعني هذه الحاجة اللي تجمعنا احنا كتوانسة، مهما كان الاختلاف نتاعنا، مهما كان انا حتى اللي مثلا يسبوني ولا اللي فهمت يكرهوني ولا اللي معناتها يشوفوني ما نعرفش عليهم كيفاش يفكروا، يعني معناتها هما كان جاوا يقدموا في حاجة اوكي، اما هما يقدموا في حد شيء، فهمت؟ نعرف نطفيهم، انا ما يصدقني نطفيهم، انا معناتها نقول علاش 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 احنا هذه من الطبيعه الخايبه، علاش ما نحبوش حتى حد يخدم، حتى حد يعمل حاجه، فهمت؟ عطشين للاخر، ميت بالعطش. المهم سامحوني، معناتها المهم صافي بليزير فهمت دو بارلي افيك فو، فهمت صافي فريمون بليزير، و
مع فيديوهات قادمة، فهمت، نلقى فرصة، فما موضوع، فما حاجة، ماذا بيا اللي نجم يعمل فيديوهات، يعمل فيديوهات ويحكي ويعبر. ان توكا كما يقولوا بالهولندي دس. دونك جيسبر يعني اللي وضحت هذه الفكره وتكون معناتها تونس معناتها تبقى ديما معناتها الحلم نتاعنا انها تصبح دوله متحضره، والدوله هذه متحضره مستحيل تولي متحضره يعني من فوق، فهمت. شكرا شكرا رضا بريك، شكرا. يعني من رواحنا، مازال فينا، يعني احنا لازمنا اجيال باش تتنحى العقليه هذه، ولكن على الاقل كي نحيو عقليه زوز ثلاثه اربعه فينا احنا، اكيد فهمت، اكيد معناتها باش تتحسن الامور نتاعنا. دونك ابيانتو، ومع فيديو قادم، وبالسلامه.